احتفلت رعية كنيسة القديس يوحنا دي لاسال فرير في عمان باليوبيل الذهبي لكنيستهم، حيث ترأس المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن القداس الاحتفالي الذي أقيم بهذه المناسبة بمعاونة الأب عصام الصعمط راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة، بحضور جمع من الراهبات والمؤمنين وبتنظيم من شبيبة الكنيسة ومشاركة مجموعة كشافة ومرشدات اللاتين الشمالي في الزرقاء. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. وتحدث المطران الشوملي في عظته مهنئا أبناء الرعية بالعيد الخمسين للكنيسة قائلا: إن الكنيسة والمدرسة قائمتان منذ نصف قرن، وهما تشهدان على أن العلم والإيمان يسيران معا ولا تناقض بينهما، فأصل الاثنين هي الحقيقة التي نسعى إليها والتي مصدرها هو الله، والسلام الذي نستشعره ونحن قائمون هنا في حضرة الله. إنما كلها تنبئ بالبهاء والجمال والأفراح الخالدة التي تنتظرنا نحن المؤمنين في هيكل مجد الله العظيم، وكل ذلك يستمده المربي من الآية الكريمة التي وردت في إنجيل هذا الاحتفال: من قبل طفلاً إكراماً لإسمي فقد قبلني أنا. وخلال القداس استذكر الفرير رافائيل، وهو من مؤسسي الكنيسة في الأردن، تاريخ وتأسيسها وبداياتها قبل 50 عاماً مضت، طالباً من الله البركة للكنيسة والمدرسة ولهذا الوطن الغالي. صلواتنا نطلب من الله تعالى البركة لهذه المدرسة ولهذا الوطن الكريم وكل المسلمين والمسيحيين بعمان وبالأردن، والله بارك الجميع. وفي كلمة بعثها المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس المطران بيير باتيستا بيتسابالا وقرأها نيابة عنه الفرير ألبير، هنأ سيادته أبناء كنيسة القديس يوحنا دي لاسال الفرير باليوبيل الذهبي، متمنيا للكنيسة والمدرسة والرعية مزيدا من التقدم والازدهار. كما تحدث مدير كلية دي لاسال الفرير السيد جابي قائلا: إننا في الكلية نولي الكنيسة جل اهتمامنا، لأننا نرى أنها جزء أساسي من مرافق الكلية، ونؤمن أنها كانت وما زالت مصدر إشعاع روحي إيماني، وإننا لن نتوانى عن تقديم الدعم وكل ما نستطيع حتى تبقى كنيسة الفرير منارة حق وخير يستضيء بها المؤمنون ويستظل بأفيائها الأتقياء الأنقياء. وبعد اختتام مراسم القداس الذي أحيته جوقة الكنيسة من الشبيبة اللاسالية بمشاركة جوقة المدرسة، انتقل الجميع إلى قاعة الكنيسة يتقدمهم موكب الكهنة لتقبل التهاني وتبادل الصور التذكارية.